Mary Jane's memory? And what kind of new curse would my love bring to the black cat? Tag Spider, you're it. هكذا أصبح يسوق العنف إلى أطفالنا. اهدأ يا هزيم، اهدأ. بابا أرجوك، اتركاني. حاول أن تثبت في المعركة القادمة أنك لم تعد صبيا. انتظري، لا تذهبي الآن أيتها المتكبرة. ضمن برامج كرتونية. عنف ليس وحده من أفكار وأساليب تساق مباشرة إلى عقول الصغار، حيث أن الكثير من الرسومات المتحركة تعرض كما كبيرا من التقليد بطريقة غير مباشرة. دراغون بول هو رجل قوي يحاول محاربة الشر، مثل بيجيتا وفريزر يحاول أن يهزمهم لأنهم أشرار. بايزوم تشوفي واحد يطير من البالكون يقدر يجي لتحت، مالا واحد صغير يقدر يدير لا ميم شوز، يقدر يشوف من البالكون يطير يجي تحت يقدر يموت. كي يشوف هو قاعد يهاجم نسينا نهاجم معاه. واش دير مثلا؟ نضربو. فريزر. ليس هذا فقط مكمن الخطورة، بل يتعدى الأمر ذلك ليتعلق الطفل ببطل معين. ومن هنا نتساءل، ما حجم الدور الذي تلعبه الرسوم المتحركة في شد انتباه الأطفال؟ وما مدى تأثير ذلك على تفكيره العقلي وسلوكه النفسي والجسدي؟ كل هذه المشاهد العنيفة اللي موجودة في الرسوم المتحركة، يعني في الرسوم المتحركة بينتنا الدراسات أن فيها أكبر عدد من المشاهد العنيفة مما هي موجودة في برامج أخرى. ايضا نبرات الصوت المستعمله واللي راهي تلقاها الطفل يعني من خلال هذه الرسوم المتحركه، من خلال قنوات اللي رانا نشوفوا كثير من الاطفال يتابعوها طيله اليوم، انه الصوت جد عالي. النبرات المستعمله هي نبرات جد عنيفه، العبارات ايضا جد عنيفه، طريقه التواصل فيها كلها عدوانيه وعنف. فحتى الطفل اصبح عندما يجي يتحدث معنا يتحدث بطريقه عنيفه، يتحدث بحركات عدائيه، وبالنسبه اليه كل ما كان عنيف كل ما كان يفرض نفسه في المحيط اللي عايش فيه. إدمان حقيقي، أو فعلا تحولت أفلام الكرتون إلى سلاح ذو حدين، وكل هذا يؤدي إلى طريق واحدة هي انحراف الطفل. كما أن دراسة بحثية بينت تأثير ما يشاهده الطفل على مستوى ذكائه وتسارع نموه وحتى على أخلاقه وقيمه المجتمعية. لكن هو في الحقيقة ما هو إلا خطأ تربوي يعني ارتكب منذ السنوات الأولى من حياة الطفل. فمن الضروري أنه يعاد النظر في طريقة التكفل بالأطفال، في طريقة التربية المقدمة للأطفال، وأيضا على أنه كأولياء يكون عندنا يعني أكثر حرص وحذر على أبنائنا مما نقدمه لهم من برامج.